النوع الرابع من هذه الصور صورة الفيديو، وهذه إذا قلنا إن صورة الكاميرا مباحة فصورة الفيديو من باب أولى أنها تكون مباحة كذلك، وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى، أن الفيديو لا بأس به إن شاء الله تعالى، وهذا الذي يظهر العلم عند الله جل وعلا، أنه ليس فيها تشبيه بخلق الله، هو خلق الله تبارك وتعالى.